عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي بطائفة الموحدين دروز اجتماعه برئاسة رئيس المجلس المذهبي شيخ عقل الطائفة سماحة الشيخ نعيم حسن، وصدر بياناً تلاه المستر نزار البراطي. جاء فيه: أولاً، يأسف المجلس لاستشهاد الشاب علاء أبي فرج في شويفات، ويتوجه بالتعازي من ذويه ومحبيه ورفاقه، ويدين بشدة هذه الحادثة الإجرامية المستنكرة الغريبة تماماً عن عادات وقيم الموحدين الدروز ومجتمعهم، ويؤكد مجدداً على الموقف الذي أطلقه سماحة شيخ العقل عقب الحادثة ومواقف مشايخ ومرجعيات الهيئة الروحية لناحية التمسك التام بالتعقل والحكمة ورفع الغطاء عن المرتكبين. ويشيد المجلس بالروحية العالية والحكمة التي تعامل بها الأستاذ وليد جنبلاط لمنع تفاقم الأمر، ويناشد جميع القيادات بوأد الفتنة، ويطالب القوى الأمنية بملاحقة كل المتورطين أيًا كانوا وأينما كانوا، وتسليمهم للقضاء لكي تأخذ العدالة مجراها بعيدًا عن أي شحن أو توتير. ثانيًا، يعبر المجلس عن ارتياحه لعودة المسار الديمقراطي إلى البلاد المتمثل بإجراء الانتخابات النيابية وانبثاق مجلس نيابي جديد، ما يفتح الباب أمام مزيد من التفعيل لعمل المؤسسات الدستورية والحياة العامة على أن تكون الجهود منصبة على تشكيل حكومة وطنية جديدة على قاعدة التوازنات السياسية لمعالجة القضايا الاقتصادية والأمنية والمعيشية والاجتماعية بما يؤمن الاستقرار العام في البلاد والاطمئنان اللبنانيين إلى غدهم بحياة كريمة وحرة. ثالثاً، يدين المجلس تنفيذ الإدارة الأمريكية قرار نقل السفارة إلى القدس ضارب عرض الحائط بكل القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبالقدس، وبالمضي في تنفيذ قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تزامناً مع ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني بقيام الكيان الإسرائيلي المغتصب والمحتل على أرض فلسطين التاريخية، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على مستوى المسار السلمي برمته، ويستدعي لمواجهته وحدة فلسطينية متماسكة وقراراً عربياً وإسلامياً لحماية القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، وحماية الأماكن المقدسة للمسيحيين والمسلمين. ويوجه تحية إلى الشعب الفلسطيني مجدداً وقوفه إلى جانبه في انتفاضته الشعبية المتجددة لاستعادة الحقوق المسلوبة، مستنكراً الإرهاب الإسرائيلي الذي طاول المدنيين الفلسطينيين بطريقة همجية وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والأبرياء. أخيراً، يتقدم المجلس من المسلمين جميعاً واللبنانيين بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة بدء شهر رمضان المبارك، راجياً أن يكون في صيامه وفيما يؤتى فيه من زكاة وعبادة وما يوصيه من أجواء الألفة والخير وحفظ الإخوان سبيلاً للتقرب من الخالق تعالى والتقارب بين أبناء الوطن الواحد والإنسانية جمعاً.